نرجع نتكلم في الموضوع ده لان جالنا تليفون من تونس، لان عايزين نسمع وجهه النظر الاخرى برضو في تونس هناك. معايا على التليفون الاعلامي هيثم الرشدي. هيثم مساء الخير عليك، وكل طيب طبعا، رمضان كريم وخلاص على اعتاب العيد المبارك باذن الله. مساء الخير، اهلا بيك محمد. مساء الخير، اهلا وسهلا بك وكافه الضيوف وكافه الشعب المصري. ما شاء الله عيدكم مبروك، بس نحن في تونس العيد ما زال يوم الاربعاء زينا، لكن هنا في زي مثل مصر. لكن انا العيد بكره، لانه العيد غدا انا في باريس الان في اطار المتابعه والمتابعه الفوريه خاصه لما سيحدث غدا في اجتماع الاتحاد الافريقي تمام في العاصمه الفرنسيه باريس، لانه انا متواجد لسه واصل لباريس. انت موجود في باريس؟ انا في باريس. طب كويس قوي. انا في باريس لمتابعه الاجتماع غدا ان شاء الله، انطلاقا من الساعه 9 صباحا بتوقيت العاصمه الفرنسيه باريس، فين اين سيكون الاجتماع المكتب التنفيذي للكاف، ومن بعد ذلك النقطه الختاميه لهذا الاجتماع ستكون ما حدث في مباراة النهائي الافريقي بين الوداد البيضاوي وترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المبارك. وشفنا تلك الصور التي تحز في انفس كل عشاق كرة القدم من كان في افريقيا او في العالم لهذه الصور التي شاهدناها من سوء تنظيم واجواء بصراحة تمس بكل القارة الافريقية والقارة السمراء، ونحن على ابواب كأس أمم افريقيا اللي على الاقل طيب. كأس أمم الافريقية تغير نوعا ما صورة ما روج لكرة القدم الافريقية. طيب هيثم، انا من حسن حظي ومن حسن حظ كل المشاهدين ان انت موجود في باريس. المكتب التنفيذي غدا سيترأسه احمد وكل اعضاء المكتب التنفيذي موجودين. الاجتماع جدول اعماله هيكون فقط احداث مباراة الترجي والوداد. ايه الجديد عندك في موضوع هذا الاجتماع؟ لا 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 لا، جدول الاجتماع سيكون هناك عديد المواضيع. اولا ستكون خاصه ما يروج له عمرو فهمي والخلاف القائم بين عمرو فهمي ورئيس الاتحاد الافريقي، لانه اليوم هناك كانت توزع منشورات على الاعضاء على طيب ده جانبا. لا ده جانبا، لا انا عايز اتكلم بس على موضوع الترجي والوداد. يعني بكره في الاجتماع ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيدور في هذا الاجتماع بالنسبه لماتش الترجي والوداد؟ بالنسبه لمباراه الترجي والوداد، الاجتماع سيكون هو النقطه الختاميه. من المنتظر كونه ممثل تونس في الاتحاد الافريقي سيتاوي لن يكون حاضر في هذا الاجتماع. ايضا فوزي نقجع ممثل رئيس الاتحاد المغربي لن يكون حاضر في هذا الاجتماع، بقيه الاعضاء فقط هم الذين سيكونوا حاضرين في هذا الاجتماع. اكيد سيتم مراجعه ما حدث في مباراه الترجي ومباراة الوداد، اكيد سيتم العودة خاصة بموضوع الفار والبيان الرسمي للشركة التي تظهر على الفار والشركة المسؤولة عن الفار، لانه صراحة حتى البيان الذي نزلته الشركة الانجليزية فيما يخص الفار والقطعة التي لم تصل الى تونس وبسببها تم ما حدث خاصة من عدم استعمال الفار، يعني هذا كله ولو انه حسب الكواليس او حسب المعطيات الاوليه التي شاهدناها والتي لمسناها من كل معظم رؤساء الاتحادات التي كانت حاضره هنا، الكل يستغرب خاصة عدم مواصلة الوداد البيضاوي وانسحاب الوداد البيضاوي للمباراة، لانه حتى ما دونه حكم المباراة هو انسحاب الوداد البيضاوي بعلة كونه الفار لا يعمل وكونه بعلة كونه الفار وصل تقريبا متاخر الفار، يعني وصل تقريبا الساعه 12 بعد تقريبا لو كانت المباراه انتهت وتواصلت على موعدها الاصلي لكانت الفار اتى متاخر. لكن اللي حصل في المباراه هو لما نزل رئيس الاتحاد الافريقي احمد كان اقترح على زوز الساعه على رئيس الترجي الرياضي التونسي السيد حازم البدري وعلى رئيس الوداد البيضاوي السيد ناصيري هو مواصله النص الساعه التي لا زالت المباراه باستعمال الفار، لانه الفار وقتها وصل، لانه الفار تاخر في الوصول الى ملعب رادس. لكن رئيس الوداد البيضاوي الناصيري قال نواصل المباراه لكن نعود الى لقطه هدف المباراه، وبالتالي السيد حمد المدب رئيس الترجي التونسي قال اوكي لكن نعود الى لقطه ضربه الجزاء، وبالتالي استحاله، يعني سنقول حتميا يعني نلعب منين؟ نبدا منين؟ الترجي صح، الوداد يقول لك انا العب من نرجع الى ضرب الى الهدف، لكن الترجي يقول لك انا امام نرجع لضربه الجزاء التي لم يعلن عليها الحكم الاول. لكن تؤكد يا هيثم، انت بتاكد ان بكاري جسامه حكم المباراه اكد في تقريره انه انهى المباراه بعد انسحاب الوداد؟
انا مباراه اصحاب الجد يعني، والبجد رفض العوده المباراه، هذا ما اكده قسام، وهذا ما اكده حتى رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد، لانه صراحه في تلك الوضعيه استحاله تقريبا ساعه ونص والمباراه واقفه، والمباراه لا ليس هناك اي حل. الوداد يرفض المواصله المباراه، لانه الاقتراح الاول لرئيس الاتحاد الافريقي كان مواصله المباراه بالفار في النصف ساعه من اللحظه اللي احنا فيها، من اللحظه، لكن الوداد يرفض، يريد العوده الى نقطه الهدف، والترجي يريد العوده الى نقطه ضربه الجزاء. يعني هناك استحاله، من اين سنبدا المباراه؟ اذا غدا سيكون اجتماع ساخن، ننتظر عقوبات صارمه وصارمه جدا في الاتحاد الافريقي، لانه على الاتحاد الافريقي على الاقل حفظ ماء الوجه، لانه رئيس الاتحاد الافريقي مثل ما اكده انه تعرض اعتداء لفظي من بعض المسؤولين هناك الحاضرين، ايضا الحركه التي قام بها رئيس الوداد، وهو يعني صراحه مهما يكون مهما كان شرطه الترجي هذا التونسي لما انهزم من مازن بخمسه ولم ينسحب، شفنا الترجي في النسخه الفارقه مع الاهلي المصري الثلاثه لقطات نتاع ضربتي الجزاء والورقه الحمراء التي لم تعلن ضد ازار، ولكن الترجي بالرغم ذلك واصل المباراه، ولكن كل الحكم معناتها اخطا في استعمال تقنيه الفار. يعني صراحه الانسحاب هو المشكل، انسحاب الوداد البيضاوي يوم تلك المباراه هو المشكل الكبير، وهنا صراحة الاتحاد الافريقي في موقف لا يحسد عليه، وخاصة رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد في موقف لا يحسد عليه، خاصة لانه اعلى كأس الشق المغربي والاشقاء المغاربة يريدون اعادة المباراة بكل ثمن. طب سؤال اخير هيثم، سؤال اخير، قرار انهاء المباراة هو قرار الحكم بكاري جسامة ولا قرار احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، بما انك انت كنت موجود في ارضية الملعب؟ كنت موجود، هو القرار الذي اتخذ جماعة، لأنه مختلف أعضاء الاتحاد، مختلف أعضاء المكتب التنفيذي الذين كانوا حاضرون في المنصة أكدوا كونه على الحكم فقط هو اختيار، لأنه القانون أكدوا مثل ما يقوله القانون والفصل 22، وهو إنهاء المباراة هي مسؤولية الحكم فقط، وبالتالي ومن بعد ذلك للاتحاد الافريقي النظر والمكتب التنفيذي النظر في قرار الحكم، لكن لا احد له المسؤوليه وله الشرعيه في النزول او الحديث او التكلم على الحكم. وهنا هنا اللخبطه اللي صارت، لانه يعني حتى رئيس الاتحاد كان غاضب من رده قسامه، لانه يعني قال لقسامه بالحرف الواحد لازم عليك ان تاخذ مسؤولياتك، يجب عليك ان تتحمل المسؤوليه كامله وصلاحيتك كامله وتفعل ما تراه صالح وتفعل ما يقيم عليك القانون. تمام. وبذلك سما مع نادى قائد النادي الوداد البيضاوي وتوجه له بالحديث هل ستواصل المباراه؟ فقال لا نواصل المباراه بما انك لم تعيد المباراه منذ لحظه الهدف الملغى، وبالتالي هذا ما اضطر قسامة الى اعلان نهايه المباراه وفوز الترجي الرياضي. يعيشك يا هيثم وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في كاس امم افريقيا يا رب. يا رب ان شاء الله توصل مصر بالسلامه، وان شاء الله هنتابع معاك خلال الساعات القادمه ماذا جرى في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في باريس، واجتماع ساخن جدا زي ما اكد لنا زميلنا هيثم الرشدي الاعلامي التونسي. وهنا يعني بنسمع الراي والراي الاخر، جبنا تليفون من المغرب، عرفنا الاجواء في المغرب والتفاصيل المتعلقه بنادي الوداد والاتحاد المغربي كيف ستحدث وكيف سيطرا عليها من تغييرات خلال الساعات القادمه، وايضا وجهه نظر تونس والاعلامي التونسي بما جرى وطرا في هذه المباراه، واكد لنا في تصريح خطير جدا يعني على مسؤوليه هيثم الرشدي ان بكاري جسامه كتب في تقريره، بما ان هيثم كان موجود في ارضيه الملعب وقريب الصله من كل الناس اللي كانت موجوده في ارضيه الملعب، ان بكاري جسامه كتب في تقريره انه انهى المباراه بعد انسحاب نادي الوداد وبالتالي منح اللقب لفريق الترجي. هذه المعلومه على فكره تكون فاصله بشكل كبير جدا في اجتماع المكتب التنفيذي، لان تقرير الحكم ومراقب المباراه هيكون في صالح الترجي، لكن تقرير الشركه المسؤوله عن تقنيه الفيديو هتكون في صالح نادي الوداد. هنشوف بكره هيحصل ايه في المكتب التنفيذي.